سوى تبع جمهورية مصر العربية، تبعد عن مرسى مطروح 300 كيلو. مرحبا في الاسكوم، يعني نتمنى يقعنا ينقردنا اخكوما لا في الجانا. ان شاء الله قال راح المغرب تنشني ينظر المغرب مني زرعنا اخ الحسن قداقي سوا. كثر خير انت بيد وخساز شال النخل ان شاء الله قوست عمره قلنا صنعنا مان عمر خيرهم قي عمر قيسي ونمهن ديش اهتم قدناخ يتغان خزمور النخ ديش اهتم قدناخ يتغان خزمور النخ سلغلس وين السعر مناسب الحمد لله. يعني عايشين احسن من منطقة مصر، يعني مصر غوصن زحمت وما في الشغل لا دي لي خد منكم، لكن شني قلنا الشغل يعني القيسنا قلنا 3 شهور يتزنا نخي تادم يعني الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، يعني الشاغلين ربي جلخ، يعني تهدم شراق تهدم رب نساوى جت لغت. سبحان الله الله، يعني الحمد لله ربي شاخ الخير لك زوار كان زمور كان تيني تمرت وساعت أمان لا دي 200 متر فكان على طول، يعني مشني قصة حرة، لكن الحمد لله الجنة تعتبر يعني الحمد لله يعني
امران قشتي سيوان خيرهم في مصر قشتي قصف الحمو قشتي دافي عصر النسطة ودامان قبي ون كثران خصفالت كثران خيتو بسيين لحرم أنا خاف لا أشرف يعني بعد أمس لادي الرئيس يعني كتر خير انتبه وخساز شال النخ سيوان نساوى البربر والنخل قرباق وينيق المغرب يساوى لنا من شني ان شاء الله قزرنا نخقانا نزرين ناقصدنا ناخ ناقان حاسن جيت قدسن وايد جنيو سيدا خلي السن جلاني سيوانكو ان شاء الله قسنا انت سمت الحسن خلفي الحسن دي من المغرب يوم عندي الجزائر برضو يساوى لنا من شني الجزائر يساوى لنا برضو بربر شني يساوى البربر ان شاء الله يقانو قوسدنا نخنا قان حاسن لان عمر اللغة النخ يوم عندي المغرب غورسن ثلاثة من اللغات يساوى لنا بربر يوم يا نخ
ما زلنا نكتشف سيوة عروس الصحراء كل يوم في مفاجأة جديدة هنا في معبد الإسكندر الأكبر. هذه القلعة موجودة من تقريباً 500 أو 600 سنة قبل الميلاد. الإسكندر جه هنا 330 سنة قبل الميلاد، 330 سنة قبل المسيح، وجه علشان القلعة كان لها يعني اسم وكان فيها عرافين بيقدروا يقروا المستقبل. فجه قال لك الأول هنا علشان الإله أمون يتوجني وأنا أصبح ابن الإله أمون، وبهذا يبقى بيحكم مصر أو مصر تنضم إلى الإمبراطورية بتاعته بطريقة رسمية بمباركة الإله أمون. الإله أمون عشان الناس اللي مش عارفة هو الإله الواحد. نظرية الإله الواحد طلعت من مصر وكانت موجودة هنا في هذا المعبد. الإسكندر جه وأعلن أنه ابن الإله أمون، وبذلك مصر دخلت تحت حكمه، وجه من العرافين اللي هنا علشان يعرف منهم المستقبل بتاعه والإمبراطورية بتاعته هتوصل لحد فين، ويسمع منهم النبوءات. هنا زمان كان بيعيش برضو أهل سيوة في جزء من هذا المكان، وكانوا بيعيشوا في هذه البيوت اللي هي مبنية جنبينا، وده كان البير اللي كان سكان هذا المكان بيطلعوا منه المية. البير طبعا دلوقتي جاف مع الوقت، لكن هو ده البير اللي كان عايشينه. احنا ما زلنا شايفين المباني القديمة والعريقة، وهذه القلعة موجودة من قبل المسيح في 500 سنة. يعني تخيل دلوقتي احنا نتكلم في 2500 سنة الإسكندر الأكبر زار هذا المكان وتم تتويجه هنا في هذا الوقت على انه ابن الإله آمون، وبذلك انضمت مصر او دولة مصر الى حكم الإسكندر الأكبر في سنة 330 قبل المسيح. تحياتي من معبد الإسكندر الأكبر في واحد سيوة في عروس الصحراء، أحمد الشهاوي المعروف باسم